زيارة احنا سميناها بزيارة الخير للمرضى المقيمين خارج الولايات اللي راهم موجودين هنا في ولاية وهران. هذه الزيارة الأولى كانت على مستوى مستشفى الأمراض السرطان مستشفى الحاسي الأمير عبد القادر. إن شاء الله هذه تتوالى عدة زيارات. الهدف تاعها من هذه الزيارات هو على الأقل يحسوا باللي راهم بين العائلة تاعهم في جو عائلي وفي جو أخوي. التقينا اليوم كعضو مكتب المرصد الوطني للمجتمع المدني إلا أن نشارك أطفال مرضى السرطان وأوليائهم فرحة العيد بحضورنا هنا بمأدبة غداء على شرف الأطفال المصابين بداء السرطان شفاهم الله وعافاهم، وكان ذلك مرفوقا بالهدايا واللعب الخاصة بالأطفال. احنا اليوم رانا متواجدين على مستوى مستشفى الأطفال لمرضى السرطان اللي متواجد بمندوبية بوعمامة الحاسي لنشارك ونتقاسم هذه أجواء الفرح مع عائلات وهاد الأطفال المرضى، هاد البراعم وطيور الجنة اللي راهم متواجدين هنا على مستوى المستشفى. نتمنوا لهم احنا الشفاء العاجل إن شاء الله.